مخير فيكم. هذا المحزة عشان قريحة والله وجه العتروس انت تبون. دخل هودا فرعون الحبس، كان كراجل، كان كرقبة. هودا فرعون ماشي دي تورنمو ايكونوميك، هودا فرعون انتليجنس افيك لينمي، ذكاء مع العدو. هودا فرعون سيت اون اسبيون اي جو سي با كان سيرفيس على ايتي ريكروتي اي طرافاي بور كان اونتيتي. وانتم على بالكم بلي الكلاب الراجل فيكم يدخل على الحبس. رجاله دخلوا هودا فرعون الحبس ودخلوا معها ناصر، بصح بتهمه انتليجنس افيك لينمي، وعندكم كل الدلائل وكل المواصفات نتاع الانتليجنس افيك لينمي. انا على بالي وانتم بني الكلاب الشمايت على بالكم دخلوها يا طحانين. اون اسبيون سيركل البرا ونشطاء سياسيين وطنيين ما نتفاهمش مع دين باباهم، راهم في الحبس بون دو شيان. ماكمش رجاله، ماكمش رجاله، لبسكم الطحين. نقعد تحدي سي رحماني تاع نقعد تحدي نقرا وانت العاقل. هودا فرعون اون اسبيون كيما ملزي، ملزي سي ان اسبيون وعنده توتا ريزو وحكمه بور اسبيون، وهضرناها من قبل قبل ما يعرف هودا فرعون سي اون اسبيون. الراجل فيكم يدخل على الحبس سي فوز دي زوم. دخلوها هي وناصر كونترا ريزون فوتي دخلوهم دخلوها. ما تقول لي اذا درت لها استيان لما خليتهاش تخرج. دخل هودا فرعون الحبس كان كراجل، نفحل فيكم يدخلها يا طحاحنا تذكر دي اوبيس. مش رحماني اليوم مدينه غرزايا عقبت واحد الحدث مؤسف هو حرق طفل يبلغ من العمر 9 سنوات بالبنزين. كيفاه حرق طفل عنده 9 سنوات بالبنزين؟ عصابه حرقت طفل. وصلنا واحد الدرجه تاع الرعب في هذه البلاد. هذه المافيا ما عمش طايقين يحموا حتى الاطفال تاعنا يا استاذ. كين يا استاذ الكاشيات مو جايين من المغرب لي دروب دو سانتاز مدام كوراج وسوبرمان والكاشيات هادو مو جايين من المغرب، مخدومين في الجزائر ومن ارباب الكاشيات اللي بدا هذا الترافيك هذا سعيداني وطليبا اي كومباني. الكاشيات خطة ممنهجة باش تدمر الشباب الجزائري لكي تشيع الفاحشة والجريمة في وسط الشعب الجزائري. الكاشيات حنا الجزائر نقولها للشعب الجزائري، شكون يدخل المروك كما يقولوا المراكة القرقاب والتوانسة، شكون يدخل الكاشيات الجزائر؟ يتخدموا في الجزائر. وشوف السومه نتاع الكاشيات قداش كانت عندها 4 سنين ولا 5 قداش راهي اليوم من 800 دينار 250 دينار وار 200. كيفاش ما يحرقوش طفل صغير وما يختصموش الاطفال؟ سيد بالع الكاشيات ب 20 رقيس باكي دخان يشري كاشي يشوف روحو ما على باليش واش والله ما على باليش وين. او ماشي باسكو في لي لايف كاين حوايج ما نهضروهمش درك فاض طفح الكيل عينا عينا. ما عنديش عبارات عنيفه من الهواء لكن الظلم ما نحبش نشوفه والحقره ما نحبش نشوفها، فما بالك الجميع جريمه الشعب اللي انا منه. فورتو ما عندي لا فراد لا زريعه في الجزائر، ما عندي حتى مصلحه شخصيه. اصلا جيت لفرنسا في عمري 29 سنه، في عمري 50 سنه عشت في فرنسا اكثر من عشت في الجزائر. صلا غال قلبي يحرق، جريمه اباده للشعب الجزائري. والناس اللي حرقوا الطفل في غردايه نهار اللي خلو عليهم القبض راح تلقاهم تحت مفعول مخدرات كيميائيه مصطنعه
ماشي حتى مخدرات طبيعيه سكراب لي دروك دو سانتاز. طفح الكيل طفح الكيل طفح الكيل. Monsieur Rahmani, vous avez évoqué ce que vous avez parlé de Lima. Il a été arrêté depuis plus de deux mois, mais je n'ai pas la trace. Plus que la trace, j'ai plus de soirée au Philips. Laissez-moi. Chef de Jazeri, Hasbino, Bhim, Zumal Bhim. Chef de Jazeri Faïk. Laissez-moi la barque. مأطرين عليه بعد التيارات ضربوا له واحد الفاكسا باش يرجعوه الشعب ماشي مسالم باش يرجعوه الشعب باسيف يقدر يقبل كلش ويتخبى ورا حاجه اسمها سلميه سلميه برك نهار يفيق الشعب باللي هاد الناس ما معاهمش هضره ما معاهمش حوار هادو ناس تاع دبوز ثم تتفك الجزائر وتستقل الجزائر. يا ان كاستيون نورين نور نور نورين يقول يا يا الانتيليجونس كوليكتيف او سان دو حراك مي كو فير او كو سيت انتيليجونس اي سيت كويزيون سيكوت او تراسي ان سول اي ميم اوبجيكتيف لا غريف جينيرال اون لايف با ا ديكونشي اي بو با يا فوار دو غريف جينيرال باسكو تو لي سانديكا لا غريف شوفوا اي غريف في العالم باسره هي فعل النقابات النقابات نتاعنا بكل حركه النقابات بكل تبزنيسا ليس باب لي سانديكا اوتونوم تبزنيسا بزانسية يخلقوا نقابة باه يتحاوروا مع النظام ويديو دي زانتيري باه يسكتوا باش يكاناليزيو سكون ابل لا كولير نتاع العمال. النقابات في الجزائر وشي هما باش يحاوطوا العمال باش لما يكون انفجار عمالي النقابات هذوك يحاوطوه ويهيكلوه ويكاناليزيوه باش ما يضرش بالنظام القائم ويوجهوا التوجه اللي حابوا النظام. شو من نقابات كيما النقابات تاع الاساتذه وقت بوتفليقه نطق هذاك المعتوه عقليين نتاعهم تاع الكنباس والله ما على باليش قال لهم جاني تليفون من السلطات العليا ما سماهاش جاك تليفون بالك واحد عيط لك من لابلاس كينيدي من كابين يقصر عليك حبس راه قرا جاه تليفون من شكون قال لهم ما على باليش من السلطات العليا قريب يقول لهم نزل عليا جبريل الوحي. شنو النقابات؟ يا با دو غريف جينيرال. يفو كري ان بول بوليتيك، غدوه لو بول بوليتيك كي تتحدوا حولو تمحوروا حولو لا وتبعوا الاعازات نتاعو لا يكون انتصار، لا تكون قوه ضاربه.